ثم قد يسألك إنسان يقول هل أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. يقول لك طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ وتدعي البراءة منه. فإذا عرفت الشرك هذا معناه أنك تعرف الشرك وتجتنب الشرك. وإذا كنت لا تعرف الشرك قد تكون واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري.